Somalia this year has faced a number of threats, including floods, desert locusts, COVID pandemic, and more recently, a cyclone. During difficult times, we need to be close to the population we serve. هذا برنامج جرنا نقول الكسر ولو بدك روب ملأ هذه برنامج يقبر أتصاله كسياسة كبال سرنا ما أرنا إن ولا كوكل دم كين تو سياسة ولا أدم باه تم يلو خلاو كين تما مصاب جرنا ده نوع أمرنا أن إيد لكتئن كسرنا بكم متاهة قابك بدرك إن الناس كده أبوراه، بدرك بيرال أبوراي صح كنا جذو، إن أنت هاد ديك دي أمس نقوليس كجرت كقولي سيدك إن شاء الله. إن وبرامج مهم وديجانك، وبرامج مهم وح إن وحصصارك ديجانك، إن سيدك كله، إن ولو بهي برامج شو إنتان إن كبدن